أتمنى يا رب أن تنال وتحظى المرأة بمزيد من الاهتمام من منظمات المجتمع الدولي، ويكون يقدم لها كل الدعم الذي يمكنها بقدر العطاء الوفي والعطاء الدؤوب من قبل المرأة. تحية إجلال وتقدير مرة أخرى لكل السيدات في مصر والوطن العربي والعالم أجمع. معنا على الهاتف الأستاذة أنعام محمد علي، نائب رئيس التيار النسائي على مستوى الجمهورية. أستاذة أنعام، سلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على كل المشاهدين، صباح الخير على المرأة المصرية الجميلة بمناسبة يوم المرأة العالمي. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة. وكلمينا يعني بما تكمن هذه المناسبة من كنوز في يعني في قلوب كل السيدات بشكل عام. طبعا احنا كسيدات مصريات، طبعا انا بعتبر ان احنا اقوى سيدات في العالم. احنا الست عندنا، الست المصريه ست دؤوبه، ست بتحب العمل ايا كانت، اذا كانت في الارض فلاحه، واذا كانت عامله، واذا كانت ربت اسره، واذا كانت ام الاطفال. المراه المصريه يعني هي المراه اللي اتكلم عنها التاريخ. المراه المصريه بالذات هي المراه اللي بتتحمل التعب وبتقدر تعيش في اي جو. يعني انا بعتبر ان المراه المصريه دي هي المراه اللي بتحتاج وسام، او المفروض انها تاخد وسام على مستوى العالم، لانها لو اتقارنت باي مراه في على مستوى العالم في الظروف المناخيه اللي هي بتعيش فيها، مفيش مراه هتقدر تتحمل. وانا طبعا سعيده طبعا ان الدوله المصريه بالذات خدت بالها من المراه المصريه وابتدت تدعمها، ويعني حزن على 56 مقعد في مجلس الشعب، وان شاء الله هيكونوا 100، لان احنا في مننا مستقلين كتير، واول مره ان الستات تنزل على مستوى الدوائر مستقلين. فطبعا المراه المصريه يعني مليانه حاجات كتير. المراه المصريه في عيد الام كل بيت بيحتفل بالمراه المصريه. المراه المصريه اللي بتقدر تعيش وتتوائم في عدم وجود جوزها، المراه المصريه المعيله في مرض جوزها، المراه المصريه المطلقه اللي بتسعى انها تربي اولادها حتى لو انفصلت عن زوجها. المراه المصريه دي مراه عظيمه، وانا متاكده ان هي هيبقى لها شان عظيم في وسط الدول. وانا سعيده بالمؤتمر العالمي للمراه على مستوى العام، وخاصه لما كان هنا في مصر امبارح زي كده. بس انا بقول ان انا عايزه كمان وكمان، عايزه الراجل يدعمها، عايزه ما يبقاش مجتمع ذكوري. طيب استاذه عام، حضرتك قلتي الراجل يدعم المراه، وجه الدعم المفروض يقدمه الراجل للمراه يتمحور في ايه من وجهه نظر حضرتك؟ يتمحور في ان هو ما يحاولش يحاربها. يعني انا نازله في دايره فيها 50 راجل، فيها 50 راجل، لازم الناس. حضرتك انت بتتكلمي على العمليه السياسيه، انا بتكلم بشكل عام في نطاق الحياه يعني وبشكل عام في نطاق الحياه يساعدها. انا مكافحه وعندي 4 عيال وجوزي بيساعدني في كل حاجه. يعني هو الشريك ليا الاول في كل حاجه في حياتي. حتى في قراراتنا للولاد، ده هو صحيح بيشتغل، وهو الناس بتقول ان الراجل هو المحفظه اللي بتجيب الفلوس، لا، الراجل ده بيشاركها في كل حاجه، كل القرارات السياديه لاولادها، بكل القرارات السياديه بتاعتها، انه يكون معاون ليها، انه يحافظ على تواجدها في الحياه. ده اللي بيحصل مع حضرتك يا فندم في الاسره، صح كده؟ طبعا. انا جوزي بيشاركني في كل حاجه، ما شاء الله. وده سبب نجاحي، وسبب نجاحي في الشارع، سبب نجاحي في شغلي انا في الضرائب العامه، وسبب نجاحي في العمل العام. انا بقدر اوفق بوجوده وبحبه. الست بتحتاج كلمه عطاء، كلمه حب، كلمه احساس بالعمل، بتخليها تسعى لانها تصل اقصى ما عندها. طيب يمكن المراه الريفيه يعني اعتقد بتختلف شويه لقوه تحملها انها تقف يعني بجانب الرجل في كل الاحيان، في بيته، في غيطه، في ظهره، في زي ما بيقولوا في كل وقت. يعني ماذا تقول للمراه الريفيه في هذه المناسبه يا فندم؟ لا، ده انا بقول لها انت اجمل مراه في الدنيا، لانك انت بتشتغلي في جو في مطر، بتشتغلي في جو في حر، بتشتغلي بتقدري تساعديه لو هو في الغيط، تاخدي الاكل وتروحي له، بتشيلي البيت بره وجوه اكتر. يعني احنا بنشتغل، ممكن عربيتي تبقى مكيفه، ممكن بيتي يبقى مكيف، ممكن شغلي يبقى مكيف، لكن هي بتشتغل في وقت كل الجو عندها غير ملائم ليها، ومع زوجها على الحلوه والمره زي ما بيقولوا كده. على الحلوه والمره. المراه الفلاحه دي انا بشكرها وبدعي لها ربنا يخليها، وبدعي لها ربنا يقويها. كلنا الحياه بندعي لها، ويا رب كل سيدات مصر بألف خير. ربنا يخليك. بشكرك جدا الاستاذ انعام محمد علي، نائب رئيس التيار النسائي على مستوى الجمهوريه. وانا اعتقد يعني هذا اليوم هو احتفال للمراه، بتحس فيه بكيانها، بتحس فعلا بقيمتها المؤثره في المجتمع بشكل كبير. كل عام وكل السيدات جميعا بالف خير وصحه وسلام وامان. تعالوا مع بعض.